إذا أنا عندي هون هلا suggestion suggested three cascaded loops. الأوتر لوب طبعا displacement مش شرط يكون linear displacement, ممكن يكون rotational displacement, ممكن يكون أنا بدي ألف زاوية معينة. أوتر لوب هي displacement ثيتا اور دي, هاي أول لوب, هاي اللوب الخارجي. وبعدين انترميديت لوب هي الفيلوسيتي, نفس الاشي اوميجا اور في. والانر لوب هي التورك او فورس, اذا بدي ارد ارجع هون يعني ممكن كمان تكون فورس. انر لوب بتكون فورس اللي هي تورك او فهون باجي بقول طبعا انا هون عندي سنسر, هلا يا اما باخذ هاي بعملها انتجريشن او بحط سنسر كمان للديسبيسمنت. انا ببساطه كل اللي راح اعمله هون راح ارسم انتجريتر بغض النظر كيف انت راح تحصل عليه. هذا راح يصير دي اوف تي او ثيتا اوف تي. اخذنا هذا من هون وهذا اعطاني دي اكتشوال اوف تي. راح اخذ الان هذا وراح احط له لوب جديده, هاي هذا هين هين, وهذه صارت دي ديزايرد اوف تي اللي شكلها راح يكون مضبوط. هذه هون دي اوف تي وهذه تي وهاي تي وهاي دي اوف تي. وهون راح يصير في عندي الايرور ان ديسبيسمنت, نفس الشيء هون السؤال اللي سالتوه عن اليونتس كمان فاليد طلع عليه نشوف الجواب تبعه. من هون عم بطرح units of displacement, بطرح منها units of velocity. هون بس هون صار عندي هلا 3 loops. هلا هذا المفروض انه السيستم اداؤه من ناحيه الفاينل ايرور في الديسبيسمنت يكون احسن من التو لوبس, لانه هون صار عندي الاوتر لوب ديسبيسمنت انترميديت لوب صارت هاي. اذا هذا ان ثيوري شود اليمينيت final displacement three cascaded